سينضم إلي مشاهدينا الكرام أستاذ الدكتور عبد الله سالم بالغوث، أستاذ طب المجتمع بجامعة حضرموت. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله. أهلا وسهلا. نتحدث اليوم، الكثير يتحدث عن الموجة الثالثة لجائحة كورونا، كيف تجد وضع كورونا في بلادنا؟ شكرا جزيلا على هذا الاستضافة من قناة عدن. طبعا الموجة الثالثة بدأت، وبدأت مؤشراتها قبل حوالي 3 أو 4 أسابيع بتضاعف الحالات، وبتاريخ اليوم وصلت تراكم الحالات 7539 حالة و1420 وفاة. لكن الأربع أسابيع الأخيرة اللي هي بدأت مؤشرات الموجة الثالثة وصلت أكثر من 400 حالة خلال هذه الأربع أسابيع مقارنة. طبعا البداية هذه في الموجة، هل نستطيع دكتور نقول أنه أصبح الرصد لدينا أقوى من أول؟ يعني أصبح لدينا قدرة على رصد الحالات بشكل مكثف، بالتالي استطعنا أن نرصد 400 حالة في فترة قريبة. الرصد الآن تحسن، طبعا الرصد تحسن جدا، والدليل أنه بدأ اكتشاف حالات في محافظات كانت نسميها محافظات صامتة، الآن بدأت تسجل حالات مثل جزيرة سقطرة وبعض المحافظات الناية تسجل حالات، لكن لا زال المشهد يباي تصدره المحافظات حضرموت وتعز وعدن، وهذا الموجة الثالثة بدأت بقوة في عدن ثم الآن في المكلة. لكن الموجة هذا الآن في بدايتها، وتقريبا بدأنا نوصل لقمة الموجة الأولى، لكن لم نصل لقمة الموجة الثانية بحكم عدد الجائحة في بدايتها، الموجة الثالثة في بدايتها. وضع اللقاحات يعني، وأنت في حضرموت كيف ترى وعي المجتمع في حضرموت مثلا في جزئية الاحترازات والتباعد الاجتماعي؟ نحن يعني في اليمن كما تعرف عندنا تلاصق اجتماعي أكثر منه تباعد اجتماعي، سواء في الأسواق في كل مكان. نعم. كيف الوعي المجتمعي حاليا؟ لا، الآن الوعي المجتمعي بالنسبة للقاحات نوعا ما الناس متقبلين للقاحات، بل الكثير يسأل متى الجرعة الثانية متى الجرعة الثانية، سواء كانوا من العاملين الصحيين سواء كانوا من الناس اللي هم الآن فرضت عليهم الظروف السفر أنهم يعطوا الجرعة الثانية. فيعني المعوقات والإشكاليات بالنسبة لتقبل الناس للقاح تقريبا تم تجاوزه، والآن الناس يسألوا متى الجرعة الثانية، ما كانوا يسألوا هكذا متى الجرعة الثانية، وإن شاء الله يعني يحقق عما توصل الجرعة الثانية، متوقعينها خلال الأسبوع هذا والأسبوع القادم لأنه تأخرت عن موعدها فعلا، فأتوقع أنه يكون في إقبال عليها. في حضرموت تحديدا كان هناك سابقا من قبل قرارات من قبل المحافظ سالم البحسني بالإغلاق، وهل ممكن أن نصل لهذه المرحلة أن يتكرر القرار؟ ما سمعت السؤال. سابقا كان هناك بالذات في حضرموت قرارات بإغلاق المحال وإغلاق ومنع التجول إلى آخره، هل ممكن أن يتكرر مثل هذا القرار؟ لا أعتقد يتكرر هذا القرار. الناس الآن يعني هو تقريبا الإجراءات تتكيف مع مرض الآن الكورونا، الآن راح يتحول إلى مرض متوطن بتكرار الموجات، لكن في إجراءات احترازية نوعين، إجراءات احترازية أساسية وهذا خصوصا في مراكز العزل والعناية المركزة، وفي الإجراءات الاحترازية العامة مثل لبس الكمامات والتباعد هذا أساسية، وغسل اليدين بالماء والصابون هذا أساسية، وممكن تكون أكثر وضوحا في التجمعات مثل المدارس والجامعات. لكن في إجراءات احترازية متقدمة وهذا يعني واجب تنفيذها في أماكن اللي يكون فيها التصاق بالمرضى مثل العناية المركزة، مثل فروق الترصد عندما تأخذ المسحة من المريض أو من المخالط، فالإجراءات ضروري جدا وتكون يعني احترازية بكل بما فيها لبس أدوات السلامة. لكن بالنسبة للحياة العامة في توازن هناك بين إجراءات احترازية شديدة وبين معيشة الناس، وأنا أرى أنه حتى الإجراءات الاحترازية اللي طبقت في بعض الدول
ودول الجوار يعني بعضها اجراءات احترازيه متطرفه عن المنطق الوبائي، والدليل انه موجات متكرره وحالات كثيره تحدث مع هذا. لكن الاجراءات الاحترازيه المعقوله هي مطلوبه، زي غسل اليدين، زي لبس الكمامات، التباعد متر من من من, من طبعا هو اللي ينقل العدوى هو المريض اللي عنده اعراض، وخاصه سواء كان المريض عنده اعراض خفيفه ولا امراض او الاعراض خطيره. لكن الانسان السليم لا ينقل اكيد صحيح الفيروس، وبالتالي الاجراءات الاحترازيه تكون معقوله ومقبوله جدا ولا تضر باقتصاد الناس ومعيشتهم. لكن الاجراءات الاحترازيه المتشدده اشوفها في بعض الدول لا داعي لها. نحترم قرارات بعض الدول يعني لها حيثيتها وما يتوافق مع طبيعه المجتمع فيها. اذا استاذ او الدكتور عبد الله سالم بن غوث، استاذ طب المجتمع بجامعه حضرموت، شكرا جزيلا لك.